تحية المصرية الكويتية بالجنيه، وماذا نرى لهذا السهم بعد الهبوط الكبير ده؟ احنا كنا نتوقع انه يتراجع من مناطق البريس فور بتاعتنا اللي كانت عند المستويات دي، كسرها ومستمر في الاتجاه الهابط، ودي عادة الموجة الاولى من بداية الانعكاس. انا شايف ان الموجة دي ممكن تصحح لحد مستويات ال 78 فيبو، يعني ممكن تنزل للمستويات دي اللي هي دي كلها، يعني ممكن السعر ينزل ويتراجع لحد المناطق اللي ما بين ال 41 لحد مستويات ال 38 جنيه قبل معوضة الصعود، ممكن يصعد من اي مكان. لكن انا شايف ان المنطقه اللي احنا المفروض نستهدف الشراء المناطق دي. كمان لو جيت بص اقول انا عايز نفس طول الموجه دي، لو انا بعمل تصحيح فلاته اقول انا عايز نفس طول الموجه دي من المستويات دي، هلاقي نفسي قريب جدا من المستويات اللي انا محددها. ولكن خليني اراقب بشكل كويس قوي، انا عايز لو السعر بمنتهى البساطه صعد بقوه واستقر فوق المناطق دي، خلاص نظرتي السلبيه تتغير لو في مستوى 50 جنيه. ما زلت ابحث عن ايه؟ ما زلت ابحث عن امبوز تصحيح على شكل اي بي سي امبوز، ده اللي انا عايزه من السهم ده. يعني السهم ده كله تراجع هو فرصه لكي استهدف شراء مره اخرى، وعندي مناطق كمان طلب، المناطق دي كلها مناطق طلب كويسه قوي ما بين مستويات ال 40 لحد مستويات ال 41 جنيه و70 قرش، قد لا يعود للمناطق دي وقد يعود. انا عندي شمعه بفوليوم قوي جدا، ممكن تكون شمعه، لا اعتقد دي شمعه استمراريه هابطه لتكمله الاتجاه الهابط. كمان لو بصيت انا عندي ضلع في اخر موجه، ممكن يكون تصحيح على شكل اي بي سي كمان، واخد نفس طول الضلع ده من المستويات دي كمان، فلاقي برضو نفس راي عند مستويات ال 2 جنيه 42 جنيه و70 قرش. مازال السهم لن يعطي رده فعل. وكمان خلينا نفكر بشكل كلاسيكي ايضا، ناخد ترند ونسحبه ونتسلل معاه. السهم مازال له اهداف كبيرة، وما يحدث هو تصحيح طبيعي بعد انتهاء دورة سعرية عشان نستهدف دورة سعرية اكبر واعنف. وما زلت شايف كمان لو رحنا على فريم الديلي هلاقي ان السهم ده اصلا انهى دورة سعرية وصحح، يعني السهم ده ببساطة عمل رالي وصححه بيستهدف فعل جديد. احنا كنا نتمنى ينزل في وقت من الاوقات للمناطق الطلب دي وما نزلش، وده يعني شيء بيوضح ان انا ممكن احدد مناطق طلب ممكن ما ينزلهاش ويكمل. كمان لو جينا نبص انا عندي كمان منطقه طلب فرعيه اللي هي القمه السابقه دي، بتشكل مناطق دعم كمان ممكن يرتد منها، اللي هي المناطق دي كلها اللي احنا فيها. ولكن اعتقد انها هتتكسر لان الزخم البيعي قوي جدا والشمعه دي قويه جدا، شمعة عليها فوليوم قوي جدا على فريم الدري. ممكن تكون شمعة انعكاسية لو ما انكسرتش لتحت وكسرت لفوق ويبقى الاتجاه الصاعد بدأ منه. خلينا نشوف، خلينا نتابع السهم ده لما يكسر الترند العام الهابط ويدينا نموذج انعكاسي نبحث. وما زال السهم هدف كبيرة، اعتقد انه هيكون ردة فعله عنيفة بعد هذه الموجة، وبالتوفيق.